أكيد من وقت ما بلشت كان عندي هدف أنه بدي أوصل، خصوصا أنه هيدا الدومين مش بعيد عني. أنا درست إخراج ويعني من زمان كمان بحب كل شيء له علاقة بالفن، فكان عندي هدف أنه كمل، يعني ما أوقف بس على انتخابي ملكة جمال لبنان. وساعدت كمان الأوبرتونيتيز انفتحت لي، فهذا الشيء ساعدني أنه أقدر كمان يعني أدرس خطواتي أكتر، أقدر أتقدم أكتر. ووصلت يعني إذا بدك صدفة، وبنفس الوقت أنه عتنيت باختياراتي وبأنا شو بحب أعمل. بس وصلت على التوب 5 بمس وورلد، كانت ثيرد رانر اب، اخذتها انجاز للبلد، وما كثير اقتنعت، يعني ما كثير اخذتها انه انا اللي وصلت، وانا يعني هذا الشيء ما شكل لي غرور، بالعكس اعطاني ثقه بنفسي اكثر. واذا يعني رح تخلق معي مع الوقت في مين يواعيني حدا، يعني يقول هو فاليري رجعي على الارض. اكيد مطرح عائلتي كثير مهم، من اول الطريق هن اللي اول شيء اللي شجعوني انه فوت بملكات الجمال ويعني كمل بهالدومين. وبكل خطوه باخذها اكيد عندهم تاثير على قراراتي، على طلتي، على كل شيء يعني بعمله بحب اخذ برايهم، وبيساعدوني كثير. يعني بعرف انه شو ما صار، شو ما عملت، اذا قشطت او طلعت، على طول في هن موجودين يعني ليدعموني وليفهموني. اهم شيء تجربه بروجكت رانواي ميدل ايست هي اول تجربه لي بالتقديم، اكيد كانت تجربه كثير حلوه، ويعني عطتني شيء جديد لانه شيء كنت اول مره بعمله. وعلاقتي مع لجنه الحكم كانت كمان علاقه كثير حلوه، قد ما بالعالم تعرف عنهم بس تعرف عليهم عن جد بتعرف قديش هن عالم، قديش داون تو ايرث، قديش العالم بتحبهم. يعني المصمم إلي صعب كتير يعني انبسطت بس تعرفت عليه، وتعرفت على شخصيته اللي كتير متواضع، هذا يعني الشخص اللي كتير المبدع اللي بس تعرف عليه اللي بيكون هالقد حدا لذيذ. يعني والممثلة يسرى اللي كتير محبوبة من كل العالم، وعفيف يلي بس تحكي ما فيك ما تطلع فيها هالشخصية القوية، فكانت علاقة كتير منيحة بيناتهم. وبالنسبة للمصممين كان في كتير كيمستري هن بين بعض، يعني حتى اللي عم يحضر البروجكت رانواي بيشوف الدراما الحلوة الموجودة بالبروجرام، وأنا تقربت منهم كلهم. يعني كل جمعة كان حدا عم بفل، كان هيك يعني بارت مني عم بفل معهم. يعني كنت كتير صعب علي إنه كل جمعة أقول إنه هيدا الشخص بده يفل. هالسنة عن جد في كتير اشياء اكسايتنج العالم تشوفها تتعلم منها، حتى لانه يعني مش بس اللي بيهمه الفاشن رح يحب هيدا البروجرام، مين ما رح يحضر، لانه في دراما حلوة، في رأي عالم كتير مهمة يعني عم تعطي رأيها، فمين ما كان في يستفيد من هيدا البروجرام. انفتحت لي هالفرصة انه اكون بالهيبة، واكيد كتير انبسطت، وهلأ عم باخد دروس بالتمثيل، وكل مرة عم بنبسط أكتر وعم بقتنع أنه أنا هيدا الشيء اللي بحب أعمله. بحب كتير السبور، بقرأ، بحب كتير أقرأ أشياء كمان عن البادي لانجويج، بحب هول الأشياء أتعلمهم يعني أفهمهم أكتر، وبتابع كتير الأشياء بالموضة. يعني بحب على طول تابع الأشياء الجديدة، الابتكارات الجديدة اللي انعملت، يعني هول الأشياء اللي بهموني. انا كثير سامبل اصلا بستيلي يعني وبكيف بنقي ثيابي وبين. هلا اكيد بحب يكون في كمان بكم اطلاله او بس البس يكون في هيك تاتش معين من الستيل تبعي، بس يعني عاده ايه ما بحب العجقه، ما بحب الالوان القويه، بجرب على طول يكون الالوان مريحه للنظر، يعني حتى يعني الاشياء اللي انا برتاح فيها. واكيد بس نقي ثياب اهم شيء يكون انا مرتاحه فيها. انا ما كثير بحب الميك اب، يعني خصوصا انا ما بحس بيلبق لي الميك اب القوي، فبعمل الميك اب يلي هيك بس شوي يعني بيبرز لي الاشياء اللي بحب بينها بوجهي. يعني انا وصغيره كنت كثير جبانه، كنت كثير خويفه، يعني ما كنت بعمل شيء بس بقول يا ريت ما كنت هالقد جبانه، يعني كنت في كثير اشياء انا وصغيره بقدر اعملها هلا ما فيني اعملها.